أهلا بكم في حكاية مصرية جديدة. صحة الرجل وعلاقته بشريك حياته من أسس استقرار الأسرة، وعشان كده لازم يواجه أي مشكلة ممكن تهدد علاقته بشريكة حياته من بدري، وخاصة إن العلم كل يوم فيه جديد ولا بيتطلب كمان جراءة في المواجهة والإسراع في علاج المشكلة. هنتكلم النهاردة عن مشكلة ضعف القدرة عند الرجال وعلاجها مع دكتور محمد هنداوي، أستاذ طب وجراحة المسالك البولية وعلاج الضعف الجنسي وأمراض الذكورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. دلوقتي احنا بنسمع إن المشكلة دي بدأت تنتشر قوي يا دكتور. والله شوفي حضرتك، أنا أتذكر يعني تاريخنا مع علاج الضعف الجنسي، إحنا ابتدينا سنة 2002 لغاية دلوقتي الترند اتغير كتير قوي. كنا الأول بنشوف الرجالة عادة من بعد سن الستين، لكن الغريب إن إحنا دلوقتي بنشوفهم يمكن من الثلاثينات، وبقى فيه فعلا مشاكل تحتاج لتدخلات دوائية، وبعض المشاكل تحتاج لتدخلات جراحية. لو رجعنا شوية الأسباب، فهي أساسا في طبعا ملوثات بيئية، ودي ليها دور طبعا كبير قوي. الحاجة التانية الستايل اوف لايف، أو طريقتنا في الحياة، اللي احنا بقينا نميل إلى الكسل ومفيش رياضة، أكلنا يمكن ما بقاش أكل صحي، السمنة المفرطة، انتشار أمراض زي الضغط وأمراض الشرايين التاجية وتصلب الشرايين، حاجات زي السكر والكوليسترول، بعض أدوية إحنا بنتناولها وإحنا مش عارفين إن هي ليها أثار جانبية تؤثر على القدرة الزوجية، يمكن بعض العمليات الجراحية اللي بقت منتشرة دلوقتي، زمان ما كانتش بتتشخص، حاجات زي سرطان البروستاتا وسرطان القولون وسرطان المثانة، كان المريض اللي بيجيله حاجة من الحاجات دي ما بيتشخصش وبيتوفاه الله بدون ما يكمل حياته، لكن دلوقتي بقى بيتشخص بدري وبقى ليها علاجات ناجحة زي استئصال جذري للبروستاتا واستئصال جذري للمثانة واستئصال القولون، وبقى ليها علاجات زي العلاجات الكيماوية والعلاجات الإشعاعية، كل دي بتنجي المريض من حالة الورم أو السرطان اللي هو كان عنده، لكن بيواجه مشكلة تانية اللي هي مشكلة الضعف الجنسي. حاجات تانية كتير، يمكن بعض أدوية كأدوية الاكتئاب، بعض حاجات برضو تانية. في الآخر بنلاقي بقى عندنا دلوقتي مرضى من أول الثلاثين لغاية السبعين أو الثمانين بقى عندهم مشاكل ضعف القدرة الزوجية، دول اللي احنا بنحب ان احنا نمد ليهم يد العون ونديهم بعض إرشادات وبعض أدوية ويمكن في الآخر بعض جراحات لاستعادة قدرتهم الزوجية. طب حياتك بتنصح أي حد، أي رجل بيوصل، حضرتك بتقول من سن 30 لسبعين وثمانين، يعني المسألة دي ملهاش علاقة بالسن؟ لا، هو ملهاش علاقة بالسن، وإن كانت النسبة بتزيد في السن الكبير، إحنا بنقول من بعد الخمسين يمكن النسبة أكتر، من بعد الستين يمكن بيقولوا 60% من الرجال عندهم مشاكل تحتاج لتدخلات دوائية، وبعضهم بيحتاج لتدخلات جراحية. فهي النصيحة إن اللي عنده مشكلة سواء بغض النظر عن سنه، هو لازم يلجأ إلى الطريق السليم للتشخيص والعلاج. للأسف إن كان الناس بتلجأ للعطار، تلجأ لأصحابها، وتلجأ للصيدلي مباشرة، ويتناول بعض الأدوية اللي هي ممكن ما تكونش هي الحل المثالي له، وبيخش بقى في دايرة مغلقة إن هو خد الدواء وما نفعش، يقوم يجرب دواء أكتر منه. بعض الناس بتسرف في تناول المنشطات، أنا أعرف واحد كان بياخد 5 أقراص منشطة لغاية ما جاله نزيف في المخ بسبب الإفراط في تناول المنشطات. لا، إحنا الحقيقة في أي وقت في أي سن جالنا مشاكل من هذا النوع، الحل السليم إن إحنا نلجأ للطبيب، علشان هو ده اللي هيقدر يدلنا إحنا طريقة علاجنا السليمة إزاي. وبرضه إحنا في نفس الوقت بنحب نطمن الناس، هو بيقول لك أنا هروح للدكتور يبقى هيعمل لي عملية. الحقيقة ده موضوع يعني تقريبا خمس العيانين فقط هما اللي بيحتاجوا تدخلات جراحية، لكن 80% من المرضى وخصوصا ان هما سنهم صغير، دول احنا بنعالجهم يا اما بارشادات نفهمه طريقة الحياة السليمة وطريقة الممارسة الزوجية السليمة، يا اما نديله أدوية بسيطة عند اللزوم او أدوية يستمر عليها فترات وبعدين يرجع طبيعي. يتبقى 20% من المرضى اللي هو لا يستجيب للأدوية، أو عنده مانع طبي من استخدام الأدوية، لأن برضو نحب ننبه الناس إن مش كل مريض ينفع ياخد منشطات جنسية. في بعض المرضى اللي هم عندهم
ذبحه صدريه غير مستقره، ده ما ينفعش ياخد منشطات، اللي الضغط عنده غير مستقر ده خطر جدا ان هو ياخد منشطات، المرضى اللي عندهم مشاكل في شرايين المخ، اللي عندهم رفرفه اذينيه، اللي عندهم ارتفاع للضغط في الشريان الرئوي، اللي عندهم غسيل كلوي وبيحتاجوا، اللي عندهم فشل كلوي وبيحتاجوا غسيل، دول ما ينفعش اصلا يتناولوا منشطات، بالإضافة إلى بعض مرضى اللي عندهم مشاكل في الشبكية في العين، ده برضو ما ينفعش ياخد منشطات. هذه النوعية من المرضى إحنا بنقول لهم إذا كان عندك مانع طبي إنك تتناول الأدوية أو تناولت الأدوية ومفيش استجابة بتلجأ للجراحة، لازم تلجأ للدكتور، غالبا هيكون الحل جراحي. اللي هي الدعامة المرنة، اللي هي هي طبعا على رأس الحلول الجراحية هي الدعامات، سواء كانت الدعامات المرنة يمكن هي أكثر انتشارا في بلادنا أو الدعامات الهيدروليكية. وبرضو علشان نبسط الموضوع للناس، هي الدعامة هي ليست جهاز تعويضي، الدعامة هي أداة لاستعادة القدرة الطبيعية، يعني الدعامة لا تغني الإنسان عن أعضائه الطبيعية، لا ده هي بس تعيد له القدرة، يعني هو كل حاجة عنده طبيعية وإحساسه طبيعي ورغبته طبيعية وكل حاجة، لكن هو فقد القدرة. الدعامة فقط لإعادة القدرة. وعلشان نتخيلها، لو واحد عنده مشكلة في الشريان التاجي واحتاج إن هو يركب دعامة للقلب، بيستمر بعدها بصورة طبيعية، هو ما حطش جهاز تعويضي في قلبه، لا هو بس القلب استعاد نشاطه الطبيعي. وكذلك إحنا بنقربها للناس، هي الدعامة لاستعادة النشاط الطبيعي. ساعتك بتقول الدعامات المرنة هي الأكثر انتشارا في بلادنا لأن يمكن سعرها أقل شوية واستخدامها أسهل، أو الدعامات الهيدروليكية. طيب في أمراض زي بيروني والتسرب الوريدي، هو إيه يمكن برضو إحنا دلوقتي الأمراض دي أصبحت منتشرة بشكل كبير قوي، لأن برضو إحنا لو تكلمنا على من سنة 2000 لغاية دلوقتي، لا الوضع اختلف تماما. التسرب الوريدي ده أصبح منتشر، ومنتشر وسط حتى الشباب. التسرب الوريدي هو إحنا علشان نتصوره، إحنا علشان يحصل علاقة طبيعية لازم يضخ الدم في العضو ويستمر موجود، ينحبس في مكانه علشان يقدر يكمل العلاقة. إذا حصل تسريب يحصل فقدان للقدرة بسرعة، فده مريض يقدر يبتدي العلاقة لكن ما يقدرش يكملها، وهو يمكن أكتر في مرضى السكر وأكتر في مرضى اللي عندهم إصابة بيروني أو شيء من هذا القبيل. لكن حاليا إحنا بقينا بنشوفه في شباب وما عندهمش أي حاجة تانية، ولا عندهم سكر ولا ضغط ولا عندهم أي إصابات. مرض بيروني هو تليف يصيب العضو، يعني النسيج العادي أو النسيج الكهفي ده هو نسيج إسفنجي يحل محله نسيج متليف ليس لديه القدرة على التمدد، وبالتالي يؤدي إلى إعوجاج العضو وقصره وعدم قدرته على إكمال العلاقة. يمكن الحاجات دي ما كانتش منتشرة في الماضي، لا دلوقتي أصبحت أكتر منتشرة. جايز يكون هي منتشرة، إحنا بنشوفها كتير بسبب إن الوعي زاد، وجايز يكون إن فعلا أسبابها زادت، إحنا الحقيقة ما إحناش قادرين نعرف. طيب إيه الفرق بين الدعامة الهيدروليكية والدعامة المرنة؟ طيب وإيه مميزاتها؟ يعني إيه الفرق بينها وبين، شوفي حضرتك، هي الدعامات الهيدروليكية إحنا بنقول عليها هي دعامات أكثر مماثلة للوضع الطبيعي، اللي هي بتدي وضع عند العلاقة مختلف تماما عن الوضع عند عدم العلاقة ووضع الاستخاء. الدعامات المرنة يمكن لأنها أقل في التكلفة وأسهل في الاستخدام يمكن أكثر انتشارا، هي بتدي وضع طبعا العلاقة ممتاز وطبيعي، لكن يمكن وضع الإخفاء بتاعها أصعب شوية من الدعامات الهيدروليكية. وإحنا بندعو اللي عنده مشكلة يحاول يبحث. إحنا دلوقتي بقينا على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل، كل حاجة بقت موجودة. في الماضي يمكن الواحد ما كانش يقدر يتوصل إلى نوعية الحاجة اللي هو أو الطلب اللي هو عايزه، لا دلوقتي يقدر يخش على قنوات التواصل ويقدر يعرف بالتفصيل. يمكن في حاجات ما نعرفش نشرحها على الشاشة الصغيرة، لكن هي موجودة شرحا مفصلا على قنوات التواصل الاجتماعي. طب في بعض الرجال الدكتور يجي لك يقول لك لا أنا خايف أركب الدعامة المرنة، يعني عندي تخوف منها، أو أو يعني بيمنعوا خجل. شوفي هو حضرتك معاكي حق، هو احنا في ممارستنا للطب دايما بنلاقي السيدات أكثر جرأة
على العمليات من الرجال، وده يمكن معلومة غريبة لكن نفهمها ازاي. هي اي واحدة لما تحمل تبتدي تطرح عليها فكرة الولادة القيصرية، والولادة القيصرية طبعا عملية بيتقبلوها بسهولة، وبالتالي عندهم فكرة لتقبل أي عملية أحسن من الرجالة. الرجالة يمكن عندهم حساسية وعمليات التجميل بقى، ولو أن في رجالة كتير دلوقتي بقى لا يمكن أقل بكتير قوي من السيدات لكن إحنا بنقول هو أنا لو عرض عليا أن أنا هعمل عملية أنا ببقى خايف من إيه؟ أساسا ببقى خايف من حاجتين، ببقى خايف من أن في جرح، وببقى خايف من ان في الم بعد العمليه. الحاجتين دول احنا يمكن تغلبنا عليهم دلوقتي لان بقينا نعمل العمليه بما يسمى تركيب الدعامات بدون جرح العضو نهائيا. بقينا نبعد تماما عن المنطقه الحساسه في القضيب ونلجا الى كيس الصفر وهو منطقه غير حساسه، وبنعمل فيه فتحه صغيره لا تتجاوز السنتي ونص سريعه الالتئام. يعني احنا بنعمل العمليه في خلال تقريبا ساعه الا ربع، المريض بيرتاح بعدها في المستشفى تقريبا ساعتين، بيخرج من المستشفى في نفس اليوم يقدر يروح لو هو حابب يسوق عربيته لغايه البيت يعرف. تاني يوم بيبقى فيه غيار صغير كده على الجرح، بيستحمى بالميه والصابون ويشيل الغيار. هو المريض بيفاجئ، هو يجي يقول لنا انا مش لاقي مكان العمليه. فدي قصه الجرح اللي كانت بتمثل هلع يمكن في الماضي. كان حاجه تانيه ان الجرح ده كان بيسيب ندبة بتشوه العضو، وطبعا ما حدش يحب ان هو يشوف المنظر ده. لا دلوقتي ما عادش هذا الكلام نهائيا. الحاجة التانية يمكن كان التوقعات او احتماليات الالم بعد العملية دي برضو بتخوف الرجال. الرجالة بيخافوا على فكرة مش زي الستات بتتحمل الالم اكتر يا دكتور. الرجالة معروف فكان موضوع الالم ده يمكن عائق امام كتير من الرجال انهم يتقبلوا فكره العمليه. دلوقتي بقى عندنا حاجتين، اصلا الجرح اللي هو بعيدا عن المنطقه الحساسه هو جرح تقريبا غير مؤلم. الحاجه الثانيه دخول تقنيه التحوير العصبي او النيرف بلوك اللي بتتعمل، ودي بتخلي المريض يقعد 3 ايام مش حاسس اصلا ان هو عمل عملية. بعد الثلاث ايام بيكون تقريبا الم العملية انتهى، لو اخد حباية مسكن او حاجة زي كده القصة تنتهي. فاحنا بنطمن الناس القصة، التخوفين الكبار اللي هو وجود جرح يعيقه عن حياته ده ما عادش موجود، الالم ما عادش موجود، وجود ندبة او اثر للعملية او ان حد يقدر يكتشفها الحقيقة ما عادش موجود خالص نهائيا. طيب ايه الامراض اللي بتؤدي للضعف الجنسي يا دكتور غير السكر والقلب شوفي حضرتك، هو يعني الـ 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 الحاجات الاساسيه في الموضوع ده هو الضغط، هو السكر، هو ارتفاع نسبه الكوليسترول، هو تصلب الشرايين، هي السمنه المفرطه. زي ما قلنا في بدايه الحلقه عدم ممارسه الرياضه، يمكن التدخين له اثر كبير قوي، العمليات الجراحية لها تأثير، يمكن بعض عمليات الإحليل السفلي في الصغر أو عمليات إصابة العضو التناسلي في مواجهة أو كسر أو حاجات زي كده. يعني كان عندنا حاجات كتير قوي كان المرضى دول لما بيوصلوا إلى مرحلة إن هو يتناول أقراص منشطة وما يستجيبش لها كان يحكم عليه إن هو حياته الزوجية كده تقريبا انتهت. لكن زي ما قلنا بعد وجود دعامات او الجراحات لعلاج الضعف الجنسي بقى ما فيش حاجه اسمها مريض لا يستطيع القيام باتمام علاقه. طالما وجد مريض وله الرغبه في اتمام العلاقه لا احنا نقدر نساعده ونوصله ان هو يقدر يمارس علاقته الطبيعيه. واحنا بنقول ان الرجاله اللي هم عدوا سن الخمسين او الستين وعايز يبدا علاقه زوجيه جديده يقدر بعملية بسيطة خلال نص ساعة أو حاجة زي كده إن هو يبتدي علاقة زوجية طبيعية تماما كأنه لسه يعني في بداية العشرينات أو بداية الثلاثينات. عشان كده احنا بنقول دايما إن سن الشباب عندنا بيبتدي من سن الستين. شكرا يا دكتور، بشكرك جدا على نصايحك المهمة جدا. بشكر الدكتور محمد هنداوي أستاذ طب وجراحة المسالك الدولية وعلاج الضعف الجنسي وأمراض الذكورة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأشوفكم على خير وحب وسعادة في حكاية مصرية.